وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود عمران، عضو الغرفة المركزية بمؤسسة حياة كريمة. أستاذ محمود، بعد تحية، هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، بالتأكيد من بينها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين. في إطار هذه المبادرة الرئاسية، كيف تستكمل الحكومة من وجهة نظرك جهودها لتقديم الدعم للمواطنين وتقديم أيضا الخدمات المتنوعة لهم؟ مساء الخير على حضرتك استاذ ريهام، ومساء الخير على كل مصري ومصريه بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي. انا عايز الاول اهني كل المصريين بمناسبه ذكرى 30 يونيو، بالاضافه طبعا الى ذكرى هجره الرسول عليه الصلاه والسلام وبدايه العام الهجري الجديد. طبعا حياه كريمه خلال الفتره اللي فاتت كان لها دور كبير في توصيل الدعم للمستحقين وبناء الانسان زي ما حضرتك قلتي بالظبط. طبعا الانجازات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت من حياه كريمه، ولو احنا هنتكلم على اخر 3 شهور والدعم اللي تم تقديمه، طبعا حياه كريمه بتشتغل على محاور كتير جدا بما يتواكب مع منظومه الاصلاح الاقتصادي والتنميه اللي بتقوم بها الدوله المصريه. نعم. لو هنتكلم طبعا عندنا محاور كتير، محور الدعم الجزائي، تمكين اجتماعي، تمكين اقتصادي، دعم صحي. تمكين عندنا الدعم الجزائي كان خلال الفتره اللي فاتت تم من خلال صكوك الأضاحي، تم تقديم 60,000 كيلو لحمة للأسر المستحقة في مختلف المحافظات المصرية. طبعا حياة كريمة لما تشتغل على تقديم الدعم لكل مراكز وأحياء الجمهورية وداخل القرى الموجودة داخل المراكز والأحياء. طبعا من خلال أيضا الدعم اللي تم تقديمه صناديق المواد الغذائية، تم تقديم أكثر من 500,000 صندوق مواد غذائيه للمستحقين، ومبادره سبيل اللي بتستهدف تقديم الوجبات الساخنه لجميع المستحقين ودور الايتام، بالاضافه ايضا الى تقديم هذه الوجبات الساخنه في الاحتفالات والمناسبات سواء في عيد الاضحى او في عيد الفطر او في عيد الميلاد المجيد وعيد القيامه المجيد. طبعا عندنا في قطاع ثاني مهم جدا اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه، وهو بناء الانسان، وهو قطاع التمكين الاجتماعي اللي تم من خلاله من مبادره تقدر 10 ايام للطلاب الثانويه العامه، اللي قدرنا من خلال التعاون مع وزاره التربيه والتعليم ومؤسسه فودافون ان احنا نقدم لهم دعم متواصل عشان امتحانات الثانويه العامه وعشان الرهبه بتاعه الامتحانات، وبرضه من خلال الدورات التدريبيه اللي تم عملها للطلاب عشان نحاول على قد ما نقدر نخلي موضوع الثانويه العامه موضوع بسيط بالنسبه لهم يقدروا من خلاله يوصلوا للهدف بتاعهم. اذا هي طبعاً خدمات متنوعه بتقدمها المبادره الرئاسيه حياه كريمه للمواطنين. هل هناك اي خدمات جديده ايضا ستقدمها المبادره الرئاسيه خلال الفتره القادمه في ظل مواصله الحكومه لجهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين؟ طبعا خلال الفترة اللي جاية احنا عندنا طبعا اكبر تحدي اللي بيواجه الدولة المصرية والحكومة الجديدة هو موضوع وملف الكهرباء. عندنا الكهرباء في انقطاع متكرر، وده نتيجة لنقص بعض الدعم اللي كان بيتقدم لقطاع الكهرباء. طبعا حياة كريمة من خلال دورها في بناء الانسان وخلال ترشيد الطاقة، احنا عاملين حملة اسمها استهلاك اقل تأثير كبير. ده من خلال ان احنا من متطوعينا الموجودين بنقدم لهم افكار ومقترحات من خلال ترشيد الطاقه. احنا عارفين من زمان والدوله المصريه بتعمل على عمليه ترشيد الطاقه وتوعيه الناس بترشيد الطاقه. احنا لو قدرنا ان شاء الله باذن الله نوفر 10% من الطاقه بتاعتنا، ان شاء الله هنقدر نساعد الحكومه المصريه الجديده اللي موجوده ان احنا نقضي على مشكله الكهرباء اللي موجوده واللي كتير من الشعب المصري بيعاني منها الفتره اللي احنا فيها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود عمران، عضو الغرفة المركزية بمؤسسة حياة كريمة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.